السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغيت نتكلم على الفيديو اللي دارت رانيا والوالدين ديالها، اللي لاحظت أن بعض القنوات تصطاد في الماء العكر، يعني عياو ما يستفزوا تلك العائلة بجميع الوسائل بما فيها السب، القذف، التنابز بالألقاب، التحريض، الديسلايكات، التعليقات السيئة، ومع ذلك يصطدموا بأن العائلة لا تعيرهم انتباها. والمعروف أن السفيه خير جوابه هو السكوت، لكن هاد القنوات متربصين بالضحية، كيبحثوا على شي ثغرة منين يدوزوا لهاد العائلة، ثغرة فين يشوهوا السمعة ديالها. حتى في الفيديو اللي فيه تعزية ومواساة لعائلة الطفل، عدنان ما قدروش يخبيوا الخبث ديالهم والكراهية لهاد العائلة، وحاولوا يفسروا ما وراء السطور حتى باش يقنعوا الناس ان الغرض من الفيديو كان فقط الربح وشحت المشاهدات. بغيت نقول لكم هاد الناس كاملين اللي فاتحين قنوات، لاش فاتحينها؟ راه كل شيء فاتح قنوات باش يسترزق منها، علاش كنضرقوا الشمس بالغربال؟ القليل القليل اللي كيكون داير قناه غير باش يبين الموهبه ديالو، او شي شخص كيكون دايرها وكيتبرع بالاموال ديالها، ولكن الاغلبيه الساحقه الهدف ديالها هو الربح المادي، هو المال، وهذا ماشي عيب. فعلاش غنحاسبوا هاد العائله فقط على انها دارت فيديو فيه اشهارات؟ وعلاش نحاسبوهم انهم تكلموا في موضوع اللي هو موضوع ساعه وطالع في طوندونس؟ علاش دائما خاصنا نهزوا ستيلو احمر ونقطوا هاد العائله؟ من انتم ومن يدفعكم؟ غنجيو للفيديو نفصلو فيه مزيان. اولا كنلاحظوا في بدايه الفيديو اجتماع رانيا مع الوالدين، واحد الاخت يوتيوبرز قالت علاش رانيا كدير فيديو مع والديها وحماتها وراجلها، لا خاصها ديرو بوحدها حيت القناه سميتها رانيا. دابا بالله عليكي كيف تحكمين؟ شنو العيب في اجتماع العائله؟ كاع اليوتيوبرز كيبينوا رجالهم عائلاتهم، حتى ولات الصالون مبينه ولادها وامها واختها، فين كاين المشكل؟ ولا حلال عليكم وحرام على الناس؟ هاد القناه هكا دايره، فيها شابه مع الاهل ديالها ودائما غتبقى هكا، وكتبين لنا واحد التلاحم كبير وكتعطي نظره زوينه على الاسره المغربيه. نكملوا الفيديو. الحاج كيتكلم على الاحساس ديالو تجاه هاد الوليد وداكشي اللي وقع ليه. حتى هنا فين كاين المشكل انه يبين المشاعر ديالو؟ واش هو ماشي انسان؟ راه كلنا تاثرنا بالموضوع. الحاج قال الاعراض ولات كتقاس غير هكاك، سواء باللسان او باليد، من حقه يقولها لانه تقال عليه متحرش، تقال على بنته الكثير، والناس كتنسى النقد في المحصنات من الكبائر. قالوا حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. شنو في هذه الجمله من عيب؟ خصوصا انهم ظلموا من الاقرب، وهذه الجمله كلنا كنقولوها. ثانيا قال الحاج السوشيال ميديا خاصها تستغل في الحوايج الزوينه. ما عندي ما نفيد الناس نسكت، شنو العيب في هذا الشيء؟ هذه نصيحه للناس كاملين من اب عنده تجارب في الحياه. واش الى الانسان غير عطس نتنواو فيها شي حاجه؟ علاش كتبقاو تقلبوا على الشاده والفاده والنقطه والفصيله؟ راه حتى نتوما باغيين المشاهدات، الفيديوهات عندكم فيها اشهارات، ايوا حاسبوا نفوسكم قبل ما تحاسبوا الناس. واش حتى في النيه ديال الانسان دخلتوا فيها؟ وليتوا كتعرفوا الانسان اش باغي يقصد من كل كلمه كيقولها؟ اتقوا الله في هذوك الوالدين، وعيب على الابن اللي مخلي القنوات تسب ليه والديه وطلق عليهم القاب قاصحه وهو حل فمه. غير اللي ناض يقول كاين عقوق الوالدين، عقوق الاباء، وكاين حتى عقوق الابناء. ايه كاينين بجوج، ولكن شكون اللي اخطر؟ شكون اللي العقوبه ديالو عند الله اكبر؟ كتشدوا من الدين غير النقطه اللي كتهم الصالح ديالكم. الوالدين فوق كل اعتبار واخا يكونوا كافرين. شكون اللي صعب؟ واش الكفر ولا الفرزيه من الابناء؟ راه باينه الكفر اصعب ذنب ممكن يرتكبه الانسان، ومع ذلك الله وصى على الوالدين ولو يكونوا كافرين. حاجه اخرى، عندنا واحد المثل المغربي تيقول اللحيه ما تهز الحيه الا للقبر، فما غنتسناوش من والدينا يبقاو خدامين علينا وحنا كتافنا قد البغال. صافي الانسان قراه والديه ربوه خدم، ايوا سدات مادام، ما غنبقاوش نراريو بك بحال التربيه.
المهم الفيديو ديال الحاج كان عادي، ولكن اصحاب النوايا السيئه كيتسناو على احر من الجمر امتى يهضروا وامتى يتهموا. والغريب ملي كتلقى وحده بحجابها وما احترمتش داك الحجاب وكتعطي نظره سيئه للمتلقي. وفي الاخير خذوا لكم واحد استراحه شويه من عائله الحاج، وخليوا جرح عدنان مازال في قلبنا باقي ما براش، وجاب الله الرزق بيد الله، اما كون قطعتوا على الناس الارزاق وياك الناس كتخلص من الادسنس خليو كل شيء يتخلص وتفنوا في المحتوى وكل شيء واكل شارب، علاش باغين تحتكروا الحاجه نفوسكم؟ قالوا اش حال هادي؟ قال لك المغاربه 40 مليون نسامه، 20 مليون خدامه، و20 مليون حاضيه. والله يهدينا ويهديكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.